انا كنتسائل وكنطرح سؤال كبير، كيفاش هاد مول المدرسه او هاد المستثمر هاد المؤسس كيجي في ظرف ديال يوم كيخبر الاساتذه كيقول لهم انا راه غادي نسد المدرسه بدون سابق انذار، بدون انه ما يدير معاهم واحد الجلسه ويسمع الموقف ديالهم. حنا دابا ما عرفناش واش فعلا باع او ما باعش، هو كيقول لهم بانني بعد نبيع غادي نعطيكم مستحقات. اذا كيفاش غادي يضمن بان هاد الناس كيفاش غيضمنوا بانهم غادي يتوصلوا بالمستحقات ديالهم؟ هنا جاوا الاساتذه اليوم، هذا الشيء وقع نهار الخميس، كنطلب منهم قال لهم ودي راه غادي نسد المؤسسه، واستدعى الاباء، بعض الاباء كيعطيهم شهاده المغادره كيقول لهم راني غنسد المؤسسه. فعلا نيت الاساتذه التجؤوا المفوض القضائي اللي جاء لعين المكان وتم المنع ديالهم من الدخول للمؤسسه. فارتأوا الناس لهاد الأساتذة أنهم يمشيو عند مفتش الشغل، جابوا لي واحد الاستدعاء باش أنه يحضر معهم الجلسة ديال الصلح بمقر المندوبية الشغل بعين الشق. اليوم التحقوا مع الصباح كيلقاو بأن شخص آخر اللي جا فتح حل الباب ديال المدرسة كيف ما كتشوفوا، المؤسسة فارغة. السؤال اللي كيتطرح، هاد الناس اللي ضحاو بالوقت ديالهم، ضحاو بالاعصاب ديالهم، ضحاو بكل شيء اللي كيملكوه، ضحاو من اجل انهم كيساهموا في بناء واحد المجتمع. خصنا نعرفوا بان الاستاذ راه حنا كاساتذه في القطاع الخاص راه حنا كنساهموا في بناء في صناعه اجيال. هاد الاجيال اللي القديمه راه حنا اللي كنصنعوها، بالتالي حنا راه كنساهموا في واحد المنتوج اللي هو منتوج وطني. في العوض فاش ان تكون عندنا واحد التفاته وواحد التكريم للاستاذ القطاع الخاص لانه كيناضل من اجل بناء واحد المجتمع مواطن صالح قادر على التفاعل مع المحيط ديالو، قادر على انه الابداع والعطاء، كنجيو كنلقاو بان الاستاذ هو الحلقه الاضعف. ما يخفاش عليك بان هناك واحد العلاقه ثلاثيه ما بين استاذ، كاين استاذ وكاين رب الاسره اللي هما الاباء، وكاين المؤسسه التعليميه الخاصه. هاد الناس هادو كاملين العمود الفقري في هذه العمليه راه هو الاستاذ، وبالتالي الاستاذ هو الحلقه الاضعف. ومن هذا المنبر كنطالب بالسلطات العموميه وجميع الجهات المسؤوله واللي عندها تدخل واللي عندها ارتباط بهذا الموضوع انها تدخل من اجل وضع حد لهاد التظلمات اللي كتوقع للاساتذه. ما نخفيش عليكم بان الاستاذ في القطاع الخاص يعاني بواحد الشكل كبير. راه الاستاذ في القطاع الخاص راه كاين اللي كيشتغل لمده 44 ساعه. راه لا يعقل ان استاذ يحضر الدروس، كيسير امتحانات التصحيح، كيرافق كيوفر لك المرافقه للتلميذ، مرافقه نفسيه، مرافقه يعني على مستوى التعلمات، على مستوى النفسي. كاين التلميذ الاستاذ راه كيكون مربي، كيكون يعني درايات كثيره، كيستعمل جميع الوسائل باش انه يوصل واحد المعلومه للتلميذ، وفي اخر المطاف كنلقاو الاستاذ كيتعامل معاه بواحد الطريقه اللي هي فيها نوع ديال الاحتقار. احنا ما كنفهموش علاش، كيفاش هاد كيفاش هاد المؤسس عنده الحق، كيفاش دار ليها، ما عرفتش انايا واش سلك المساطير القانونيه باش انه يبيع المؤسسه، ما عرفناش حنا لحد الان واش باعها ولا ما باعهاش. ولكن على الاقل الوقت اللي قرر انه يدير هذه العمليه كان عنده يستشر مع الاساتذه، كانوا يجتمعوا مع الاساتذه، حتى الا كان بغى يوعدهم على الاقل يقول لهم وديش قانونيا المستحقات ديالهم. وهما الناس راه ضحوا معاه، راه صبروا معاه، راه كاينين اللي ما تخلصوش في شهر 9 ديال 2000 في 2021 وكيصبروا معاه. وربما الا جيتي تشوف الاجور اللي كيتخذوا راه اجور هزيله، الا جينا نشوفوا الاجور مع العطاء اللي كيقدموه. فبالتالي انا من هنا المبر كنادي جميع الاساتذه في القطاع الخصوصي انهم خاصهم يفكروا شويه في المستقبل ديالهم، او خاصه كنوجه لهم دعوه لكلهم يلتحقوا بهذا النقابه الوطنيه لاساتذه واطر التعليم الخصوصي. لان هذه الممارسات انا ما كنفهمش بان كيفاش يمكن لي انا نفكر بان استاذ كنعطيه واحد الامانه اللي هو طفل لهذاك المستقبل الغد، وهذاك الطفل اللي هو رجل الغد كنعطيه واحد الامانه انه غادي يكونها ليا وغادي يعطيها واحد المجموعه ديال التعلمات والمهارات، واحد يكتسب معرفه من عند استاذ اللي هو كيعيش واحد الضيق مالي اجتماعي ونفسي في نفس الوقت.
يعني استاذ كيخدم في مؤسسه وما عندوش هو ما مطمئنش غدا بتغدا يجي يقول لي سير الله يعاونك. يعني هاد وحتى انا كنطالبوا بواحد المساله، علاش القطاع هذا القطاع ديال التعليم الخصوصي تابع لوزاره الشغل، هو في نفس الان هو تحت الوصايه ديال وزاره التربيه الوطنيه وزاره الشغل، وهنا كاين واحد حتى القانون مدونه الشغل لا تحترم. انا ما عرفتش واش كتكون هناك مراقبه، واش كيكون واش المفتشات الشغل كدير مراقبه لهاد الاساتذه ومراقبه هاد المؤسسات، لان الاغلبيه ديال المؤسسات الا ديكلاراو بلا سينيس ما كيدير كلاريوش بلامو، وبعد كي ديكلاراو بلا سينيس ما كيديكلاريوش بالاجور الحقيقيه ما كيديكلاريوش. كاين الاستاذ اللي كيديكلاري ليه ب 12 يوم عباد الله، انا استاذه كنعرفها اتصلت بيا كتخدم في مؤسسه 14 عام وكديكلاريها ب 11 يوم في الشهر. تخيل معايا الاستاذه شحال خاصها تقاتل باش توصل العدد النقاط باش انها تحصل لها على الغوطيط، ونهار تخرج لها غوطيط بشحال غتشد. وهذا النداء بغينا يوصل لجميع الجهات المسؤوله، راه عيب وعار عيب وعار عيب وعار هذا الشيء اللي كيوقع للاستاذ. راه استاذ كتنتظر منه انه يربي لك جيل، لا يعقل ان استاذ غادي يربي جيل وغادي يساعد واحد التلميذ باش انه يكون انسان مواطن صالح وبهذه المواصفات كامله، وانت كتجي كتعطيه 2000 3000 درهم حرام. واخر الكلام لا حول ولا قوه الا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكنجدد الدعوه للسيد الوزير المحترم ديال وزاره التربيه الوطنيه والسيد الوزير الشغل انه يحاولوا يلقاو واحد الصيغه على الاقل تكون واحد الصيغه ديال عدل عقد العمل يكون موحد على الصعيد الوطني اللي غادي يضمنوا فيه الحقوق ديال الاساتذه. لا يعقل ان الوزارة التربية الوطنية كتسمح في الاساتذة، لا يعقل انك انت كتتشاهم في مشروع وطني وكيتعامل معك بهذه الطريقة.